اهلا بيكم، معاكم محمد مصطفى وسلسلة شرح شهادة كومتيا A بلس 220001 و220002، وهنكمل كلامنا عن الترابل شوتينج ميثودولوجي. الفيديو دوت والفيديوهات اللي فاتت بيغطوا شابتر 1 اللي هو بعنوان سيفتي اند بروفيشناليزم في الكتاب اللي ظهر قدامكم على الشاشة، وكمان بيغطي الاكزام اوبجيكتيف اللي هو 5.1 في الكور 1 اللي هو الجزء الاولاني من A بلس اللي هو رقم الامتحان بتاعه 220001. طيب لسه بنتكلم عن الترابل شوتنج ميثودولوجي. قلنا الترابل شوتنج ميثودولوجي ديت هي عباره عن مجموعه الستبس او الخطوات اللي بنعملها واحنا بنعمل ترابل شوت لاي جهاز عندنا في الشغل بتاعنا. فاتكلمنا قبل كده عن ستيب 1 اللي هي ان انت كنت بتعمل عمليه تحديد المشكله او اللي كنا بنسميها الايدنتيفاي ذا بروبلم، وقلنا ستيب 2 او الخطوه الثانيه اللي هي كانت استابليش افيري اوف بروبابل كيس، او ان انت بتفترض افتراضيه اللي بتقول من خلالها الا الحاجه اللي عامله مشكله في الجهاز بتاعنا. وقلنا في الستيب نمبر 3 اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، قلنا ان انت بتعمل تيست للثيري اللي انت افترضتها وتشوف هل الافتراضيه بتاعتك او الثيري اللي انت افترضتها ديت اللي هي الحاجه اللي ممكن تكون عامله مشكله هل فعلا صحيحه ولا لا. كنا بنقول لو الثيري ديت مش صح فكنت بتعمل ثيري ثانيه او افتراضيه ثانيه. هنتكلم النهارده على ستيب نمبر 4 او اللي هي الخطوه رقم 4 اللي هي بنقول عليها establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. يعني ايه الكلام دوت؟ انت هتبتدي من اول خطوه ديت ان انت تعمل حاجه بنسميها الاكشن بلان او بلان اوف اكشن، ان انت هتبتدي بعد ما حددت مشكله وافترضت ثيري وتستيت الثيري ديت تبتدي في الخطوه ديت ان انت بقى عندك سنس بالبروبلم او المشكله موجوده عندك في الجهاز، وكمان عرفت هل انت ليك بيرميشن ولا لا في ان انت تقدر تحل المشكله ديت. فهتيجي تعمل اللي هي البلان اوف اكشن او الاكشن بلان عشان خاطر تحل المشكله وتبتدي تعمل عمليه امبلمنت او تطبق السوليوشن بتاعك. ف زي ما قلنا تعمل اللي هي الاكشن بلان او اللي هي بلان اوف اكشن، ان انت هتيجي مثلا يعني هتبتدي فعلا بقى تحل المشكله، او يعني مش هتبتدي في الخطوه ديت، لا هتعمل خطه للاكشن او الحاجات اللي انت هتعملها في الجهاز بتاعك. يعني مثلا عرفت المشكله اللي عندك ايه وافترضت الثيري وتستيت الثيري يعني صح وتمام، فهتقول مثلا انا هبتدي احل المشكله اللي في الجهاز ديت ان انا مثلا هعمل 1 2 3 الخطوات اللي انا هعملها، هعملها في شكل بلان وببتدي اشتغل في الجهاز بتاعي ايا كان نوع الجهاز دوت. في بعض الحالات البلان ديت تحتاج خطوات اضافيه، زي مثلا ان انت في بعض الحالات مثلا لو عندك في مشكله في الجهاز بتاعك وكنت محتاج مثلا ان انت تعمل ريبليسمنت او استبدال لبعض الهاردوير الموجود عندك، يعني مثلا جهاز كمبيوتر عندك في مشكله مثلا في الرامه او المذر بورد او البروسيسور او الهارد او ايا كان الهاردوير نفسه، فهتستنى لغايه لما تجيب قطعه هاردوير عشان خاطر تركبها في الجهاز. وكمان هتحتاج ان انت تدخل على مثلا الانترنت او على مثلا على الويب سايت بتاع الحاجه اللي انت تشتريها وتبتدي تشوف المواصفات او السبيسيفيكيشن بتاعت الحاجه اللي انت هتشتريها. برضو في بعض الحالات قبل ما تعمل اللي هو البلان اوف اكشن انت بتاخد باك اب من الداتا او اللي هي الملفات المهمه بتاعت اليوزر. قلنا الباك اب دوت من الحاجات المهمه جدا قبل ما تعمل اي حاجه. الباك اب باختصار ان انت بتاخد كوبي من او بتاخد نسخه من الداتا بتاعت اليوزر عشان خاطر لو حصل اي مشكله او حتى بعد ما تخلص الشغل بتاعك ترجع له الشغل بتاعه عن طريق حاجه بنسميها الريستور. باك اب باخد كوبي من الحاجه ريستور برجع الحاجه اللي انا اخدتها باك اب. بعد كده الخطوه رقم 5 او ستيب نمبر 5 اللي هو بيقول لك ان انت هتعمل فيريفاي للسيستم او اللي هو بنسميه سيستم فانكشناليتي، وكمان هتعمل حاجه اسمها بريفنتيف ميجرز. والخطوه ديت يعني تعتبر من الخطوات المهمه برضو، هي الخطوات كلها مهمه، وزي ما قلنا الحاجات ديت مش حاجات فيكسد يعني مش حاجات ثابته، لا لازم يبقى عندك فليكسبيليتي ومرونه. فالفكره هنا في الخطوه ديت ان انت بعد ما خلصت الشغل بتاعك يعني انت خلاص شفت المشكله والدنيا بقت تمام، فالمفروض ان انت خلصت الشغل او انت تكون مفكر ان انت خلصت الشغل، بس لازم هنا في حاجتين مهمين لازم تعملهم قبل ما تتاكد ان انت خلصت شغلك خالص. اول حاجه على الرغم ان انت بتكون حليت المشكله لازم يعني انت فعلا ممكن تكون حليت المشكله، بس لازم تعمل عمليه فيريفاي. يعني ايه فيريفاي؟ يعني تتاكد ان انت المشكله بتاعتك ديت اتحلت، طيب او المشكله موجوده في الجهاز انت حليت المشكله ديت،
مش بس كده، لا لازم تخلي الراجل الكاستمر او اليوزر او المستخدم بتاع الجهاز اللي انت بتصلحه له لازم يعني يجرب بنفسه ويشوف المشكلة اتحلت ولا لأ. و انت الاول بتعمل اللي هو عملية الفيريفيكيشن او انت تتأكد ان المشكلة اتحلت، وتخلي الكاستمر او اليوزر برضو يشوف المشكلة اتحلت ازاي وتقول له انت عملت ايه في الجهاز، وعشان يعرف ان انت حليت له المشكلة. الحاجة التانية المهمة هنا عندنا في الستيب نمبر 5 ديت، او اللي هي الخطوة رقم 5، ان انت لازم تعمل حاجة تقدر تعمل بيها بريفنت او تمنع المشكلة اللي موجودة على الجهاز ديت انها تحصل في المستقبل. يعني الكلام ده طبعا لو امكن، وزي ما قلنا بتتأكد من السيستم فانكشناليتي، او ان السيستم بتاعك كله شغال، ما يكونش مثلا انت صلحت حاجة وحاجة تانية باظت. يعني بتشيك على السيستم والوظائف بتاعة السيستم نفسه، وتتأكد ان اليوزر زي ما قلنا يعني يكون مبسوط، يعني ان انت عملت له مشكلة، ان انت حليت له الحاجة اللي هو كان مشتكي منها. في الخطوة اللي هي الأولانية خالص كنا قلنا ان اليوزر كنت انت بتقعد تسمع له بيقول لك مثلا الجهاز بتاعي بطيء، او مش عارف ادخل على النتورك، او مش عارف اخش على النت، او ايا كان المشكلة الكاستمر او اليوزر بيقولها لك. فتتأكد ان السيستم شغال، وتتأكد ان اليوزر انت عملت له الحاجة اللي هو عايزها في الجهاز بتاعه. احسن طريقة عشان خاطر تخلي او عشان خاطر تست اللي هو السيستم فانكشناليتي، او ان السيستم بتاعك شغال كويس، ان انت بتخلي الراجل اليوزر او الكاستمر او المستخدم بتاع الجهاز ان هو يقعد يشتغل على الجهاز. يعني مثلا تقول له دلوقتي انا صلحت لك الجهاز، طيب اتفضل اقعد على الجهاز شوف كده هل المشكلة لسه موجودة ولا لا. لو كان مثلا بيقول لك مش عارف ادخل على النت، تقول له جرب، طيب افتح براوزر، افتح جرب شغل اي ويب سايت، خش على اليوتيوب، افتح الفيسبوك، اي سوشيال ميديا، جرب شغل، وتخليه تست قدامك وانت بتشوفه وهو شغال، وتفضل واقف جنبه شويه لغايه لما تتاكد برضو ان هو الدنيا شغاله معاه كويس. في برضو نقطه مهمه في الجزئيه ديت، ان انت لما تبقى انت واقف تخلي اليوزر يتست ويجرب بنفسه، ان انت في بعض الحالات ممكن تلاقي اليوزر بيعمل حاجه غلط. يعني مثلا هو يكون مثلا مش عارف يفتح البراوزر، او بيكتب الويب سايت بشكل غير صحيح، او بيعمل حاجه الحاجه ديت هي برضو يعني هي الحاجه ديت اللي مسببه المشكله، او تلاقيه مثلا عمل ديسيبل لكارت النتورك، وان كان ده صعب يعني انه يدخل على كارت النتورك لو انت مش مديله برميشن، بس اقصد ان هو ممكن يعمل حاجه او تصرف يؤدي للمشكله. وانت في الحاله دي بتبقى انت يعني بتفهم اليوزر بيفكر ازاي، يعني اليوزر اللي هو اليوزر المستخدم العادي بتفهم هو بيفكر ازاي، عشان خاطر انت بتتعلم من البيهيفير او السلوك او التصرفات بتاعت اليوزر. و برضو لازم انت ك يعني حد بيعمل ترابل شوت للجهاز ايا كان نوع الجهاز دوت، لما بتشوف اليوزر بيعمل ايه في هو شغال على الكمبيوتر، ممكن تقدر تساعده. لما تشوفه مثلا لو بيعمل مثلا حاجه يعني مثلا غلط في الجهاز، يعني مثلا حاجه مش عارف يشغل حاجه، مثلا مش عارف يفتح مثلا سوفت وير معين او بروجرام معين، انت كحد متخصص في الاي تي ممكن تساعده، او تساعد اليوزر دوت ان هو يعرف يعني يشتغل الشغل بتاعه بشكل احسن. برضو هنا في الجزئيه ديت ان انت تحاول ان انت يعني تعمل اللي انت تقدر عليه عشان خاطر تقدر تعمل بريفنت او تمنع المشكله ان هي تحصل بعد كده، او المشكله يعني الموجوده في الجهاز ديت ما تتكررش. فمثلا بعض المشاكل بتبقى واضحه جدا قدامنا، ان انت مثلا كان من ضمن المشاكل ان الراجل يوزر قال لك الجهاز بتاعي بطيء، وانت لقيت الجهاز مثلا عليه فيروس او عليه ميلوير. الميلوير حاجه زي الفيروس زي ما نشوف بعد كده. ففي الحاله ديت انت شخصا بتمنع المشكله ديت انها تحصل في المستقبل، فبتسطب مثلا انتي فيروس او انتي ميلوير، بتسطبه على الجهاز عشان خاطر الجهاز ما يبقاش انفكتد، او يعني الجهاز ما يجيلوش فيروسات او ميلوير او اي حاجه تيجي على الجهاز مره تانية. في بعض الحالات انت مش تقدر تعمل اي حاجه عشان خاطر تمنع المشكله تحصل في المستقبل. يعني حاجه مثلا زي ان الهارد درايف او الهارد ديسك درايف، الهارد بتاع الجهاز ممكن بعد كده يبوظ، دي حاجه مش في ايديك انك تقدر تمنعها.
فزي ما قلنا في حاجات انت تقدر تتحكم فيها وتقدر تمنع انها تحصل بعد كده، زي مثلا موضوع الفيروسات والميلوير، فانت بتسطب مثلا انتي فيروس او انتي ميلوير او اي سوفت وير عشان خاطر يمنع اي حاجه تخش على الجهاز. اما في حاجات تانية انت مالكش دخل بيها، زي مثلا ان الهارد يبوظ او حاجه تتحرق في الجهاز، دي حاجه انت مش تقدر تتدخل فيها. لكن مثلا لو انت لاحظت حاجه زي مثلا ان المكان اللي انت فيه الكهرباء فيه مش ستيبل، مثلا الكهرباء بتقطع بشكل يعني مستمر، كهرباء بتعلى وتنزل في المكان اللي انت فيه، فبتنصح اليوزر وبتقول له مثلا لازم يركب مثلا حاجه زي اليو بي اس، او مثلا حاجه زي اللي هو الحاجات اللي هي بتتحكم في موضوع ان لو الكهرباء فيها مشكله، وبتنصح اليوزر وبتقول له عشان خاطر المشكله ما يعني ما يحصلش اي مشكله، سواء المشكله دي كانت حصلت قبل كده او تتفادى اي مشكله تانية، فانت بتعمل اللي عليك عشان خاطر زي ما قلنا تمنع مشكله تكرر بعد كده او اي مشكله تانية. في من ضمن الحاجات المهمه جدا او حاجه يعني هتفيدك انت جدا كراجل في شغال في الاي تي، وانت مثلا بتعمل بتحل مشاكل الاجهزه للناس، ان انت باختصار كده موضوع الايديوكيشن، او ان انت بتعلم الراجل اللي هو اليوزر او اللي هو بنسميه الاند يوزر او المستخدم العادي على اجهزه الكمبيوتر، بتستغل الوقت اللي انت قاعد معاه بتحل له المشكله بتاعت الجهاز بتاعه، بتقول له مثلا تبتدي تعمل له عمليه تريننج او بتمرنه. بس طبعا التريننج ده بيبقى بشكل انفورمال يعني مش بشكل رسمي، يعني مثلا انت مش بتدي له كورس ولا حاجه، لا وانت قاعد معاه مثلا تقول له مثلا لو انت شايفه في حاجه مثلا مش عارف يعملها، مش عارف يشغل سوفت وير، او بيعمل مثلا بيعمل حاجه بتأدي المشكله في الجهاز، فبتبتدي تقول له بالراحه مثلا الخطوات ازاي، مثلا لو عايز تفتح مثلا سوفت وير او ابلكيشن معين، او مثلا يفتح براوزر او يسطب برنامج او يشيل برنامج او ايا كان، لو البوليسي بتاعت الشركه بتسمع بالكلام دوت، فتبتدي تقول له الخطوات بشكل بالراحه. وممكن برضو من ضمن الحاجات اللي انت هتعلمها له توري له مثلا المخاطر بتاعت مثلا حاجه زي الميلوير اللي هو حاجه زي الفيروس او هو يعتبر نوع من الفيروسات، فتقول له مثلا ان في بعض الحالات يعني حاجه تانية، تقول له مثلا ان ممكن الهارد درايف او اللي هو الهارد الموجود في الجهاز ممكن يبوظ، وعشان تتفادى ان الهارد يبوظ ممكن مثلا تعمل كذا وكذا، تبتدي تنصحه وتقول له مثلا ما تفصلش الكهرباء عن الكمبيوتر بشكل فجائي، المفروض مثلا تعمل شت داون للسيستم، المفروض مثلا لو في عندك مشكله في الكهرباء تركب مثلا حاجه زي اليو بي اس، وبعض النصايح اللي هي الخفيفه. طبعا انت مش هتدي له كورس كامل، انت بتقول له حاجات على حسب ما انت شايف وعلى حسب الحاجه اللي هتفيده، وزي ما بنقول على قد يعني طول ما كان اليوزر عارف معلومات وبيعرف يشتغل مع الجهاز، كل ما كنت انت يعني بتتحرك من الكرسي بتاعك او مكانك في الشغل بتاعك عشان خاطر تحل المشاكل، او يعني زي ما بنقولها كده بالانجلش the more your users know the less time you will spend out of your chair، يعني كل ما كان اليوزر عارف اكتر كل ما كنت انت يعني مرتاح، او بتبقى الموضوع ده بيريحك ان اليوزر ما بيعملش اخطاء كتير. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد.